هل المسيح فعلا يعني ما يقول لفظيا تعبير من يأكل جسدي ويشرب دمي؟ اللي حضرتك قلت الخبز والخمر دول، هل فعلا دول جسد المسيح ودمه حقيقة؟ خلينا ندرس الموضوع ده مع بعض باختصار شديد. فالمسيح فعلا قال في يوحنا 6:53: فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. هل ده كلام حرفي أم رمزي؟ هل فعلا بنأكل جسد المسيح ودمه؟ مع ملاحظة إن هو كررها في الأعداد 3 مرات، ما لهاش مرة واحدة وما لهاش كمثال أو كرمز، هو قالها بالحقيقة 3 مرات. أنا لا أتكلم هنا في موضوع سر التناول الإفخارستية، ده مش موضوعي الآن، لا أتكلم على الناحية الطقسية والسر، أحد أسرار الكنيسة للكنائس التقليدية، ده مش موضوعي، أنا لا أتكلم في أمر طائفي الآن، فمحدش يفهمني خطأ رجاء محبة. اللي عايز يرجع لسر التناول والإفخارستية واعملوا هذا لذكري والموضوعات بالكامل والأسئلة اللي بتتقال والرد عليها من ناحية شرح من الكنائس التقليدية، شرح بس ليس هجوم على أحد، يقدر يرجع لملف التناول وسر الإفخارستية، ومش هكرر الكلام ده. لكن هنا بقول بس، هل الكلام اللي قاله الرب يسوع المسيح عن التناول هنا هو لفظيا أم رمزيا؟ أولا، المسيح هو خبز الحياة، المسيح خبز الحياة لفظيا، والمسيح خبز الحياة رمزيا. يعني إيه؟ على فكرة المسيح لما بيقول حاجة رمزية بتكون مبنية على حقيقة، باي ذا واي. المسيح ما بيقولش حاجة رمزية بتكون مبنية على خرافة أو لا شيء. ركزوا في النقطة دي. المسيح لا يقول مثال أو رمز إلا ما يكون مبني على حقيقة. ولكن يكمل عليه النقطة التوضيحية. فالمسيح فعلا هو خبز الحياة، والمسيح هو نور العالم، وارجعوا لسفر التكوين إصحاح 1 هتتأكدوا ان المسيح لما كان بيقول انا هو نور العالم، هو بالحقيقة نور العالم، مش بس رمز لكن رمز مبني على حقيقة. والمسيح لما يقول ان هو الباب، ده هو بالحقيقة الباب، اللي مش هيدخل في المسيح هو مش هيعرف يعدي من باب، لا يوجد باب آخر معايا. فالمسيح لما بيقول فعلا ان هو الخبز ويقدم لنا جسده ودمه، ده بالحقيقه هو في الظاهر ظاهريا في صوره خبز وخمر، انا معاكم، ولكن هو في الحقيقه جسد المسيح ودم المسيح حقيقي. وبالاضافه انه جسد حقيقي ودم حقيقي، ايضا غذاء روحي، لان جسده مش بيغذي الجسد المادي بل غذاء لروح الانسان. ولذلك المعنى لفظي ورمزي، ولازم يتاخد حقيقة وبالإضافة للمعنى الروحي. ما أقصدش لا أهاجم أحد، وأرجوكم حضراتكم ما تفهمونيش خطأ، أنا بس يعني برد مش بأهاجم، بشرح اللي عندنا مش بأقول حاجة ضد أحد. تعبير اصنعوا هذا لذكري. الحقيقة إنجيل يوحنا لما يتكلم بيقول أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. المسيح فعلا نزل من السماء، ده لفظيا، والمسيح فعلا الخبز الحي الروح الحقيقي. إن أكل أحدا من هذا الخبز، عشان كده بيت لحم في العبري اسمها بيت لخم، لخم اللي هو الخبز، ويقول إن أكل أحدا من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. أنه خبز اللي هو جسد المسيح الذي أنا أعطي، هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد نأكله؟ إحنا هناكل جسده إزاي ده؟ المسيح لو كان يقصد كلام رمزي بس كان نقول لهم لا، أنا ما أقصدش كده، أنا بقول لكم مثال معايا. ففعلا المسيح بيقول عن جسده أنه خبز، ولفظيا من يأكل هذا الجسد اللي هو الخبز يحيا إلى الأبد، وبدون هذا الخبز أنا أؤمن أنه لا تعيش الروح مع الله. وإن كان الجسد حيا
لكن من يريد هذه الحياة أن يؤمن بالمسيح أولا ويدخل من الباب ويأكل من الجسد، زي بالظبط الجسد يموت لو ما أكلش، الإنسان اللي ما يصليش وما يصومش وما يأكلش من جسد المسيح ويكون في شركة مع المسيح، هذا الإنسان روحه تموت. فالخطية مفعولها هو الموت، والتناول من جسد المسيح مفعول هو الحياة. مرة تانية أرجو أن محدش يعني ياخد الموضوع ده بحاجة طائفية رجاء محبة، أنا بأجاوب على سؤال اتسأل. عشان كده زي ما بقول كلام المسيح يؤخذ لفظيا، إن هو الأكل من الخبز ده هو الأكل من جسد المسيح، والمسيح قالها لفظا، من يأكل هذا الخبز هو يأكل جسدي، وأيضا رمزي وبمعناها الروح. عشان كده يقول المسيح على هذا الخبز، يقول فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان، فالمسيح يقول لفظيا إن الخبز اللي بيقدم ده هو بالحقيقة جسد ابن الإنسان، والخمر الذي يقدم هو بالحقيقة دم ابن الإنسان، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. كان سؤالهم ازاي المسيح يقدر يديهم جسده ودمه ياكلوه ويشربوه، لكن المسيح كان بيقول لهم ان هو الخبز، جسده هيبقى في صورة خبز ودمه هيبقى في صورة الخمر. معايا؟ مع ملاحظة المسيح كمان بيفرق ما بين جسد ودمه، مش هيكونوا مع بعض، معناه انه هيحصل انفصال الدم عن الجسد في وقت الصليب، يعني لما يبتدي يقدم نفسه ذبيحة. عشان كده الافخارستية او المحبة اللي بناكل فيه الجسد وبنشرب فيه الدم في صورة خمر وخبز هو امتداد لذبيحة الصليب. كل قداس ما بيتعملش جسد جديد مختلف منفصل، هو نفس الذبيحة، هو نفس الجسد. زي ما بتشرق الشمس كل يوم، هو كل مرة بيتقدم لنا جسد المسيح ودمه هو جسد المسيح نفسه. زي لو حطيت ملايين الأواني كلها هتظهر صورة الشمس منعكسة فيها بالظبط زي جسد المسيح. معايا؟ فالمعنى ده معناه نوال نعمة من جسد المسيح، اللي بناكله هو خبز حقيقي قال عليه المسيح، هذا الخبز هو جسده، والخمر هو دم حقيقي، هذا الخمر هو دمه. معايا؟ ذبيحة المسيح تختلف عن بقية الذبائح، وبقية الذبائح على الإنسان يشترك فيها كان لازم يشترك في أكلها زي ذبيحة السلامة، ولازم يشترك في أكلها فعليا. هكذا ذبيحة المسيح عشان اللي يشترك فيها لازم يشترك في أكلها فعليا في الخبز والخمر. كلمة اللي وجهها السيد المسيح اللي قالها لهم ابن الإنسان، يذكرهم بابن الإنسان اللي مذكور في سفر دانيال، فلما بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فالمسيح مرة تانية بيؤكد أن الخبز والخمر اللي اتكلم عليهم اللي قال عليهم جسدي ودمي، مرة تانية يؤكد من يأكل جسدي، ومرة تانية صعب أن هو بيكون يتكلم بشيء رمزي أو حاجة بعيدة فقط وليس حقيقة، وهو يكررها أكتر من مرة، ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. معايا؟ لذلك الإنسان يتناول من جسد المسيح ومن دمه في الخبز والخمر، وبالإيمان يثق إن هذا الجسد وهذا الدم يصير هو جزء في المسيح. والأكل يتضمن إعلان موت مع المسيح والقيامة معه. يكرر للمرة الثالثة، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. يعني إيه؟ هنا بيأكد إن هو بيتكلم كلام حقيقي مش كلام مجازي فقط. بيتأكد هنا إنه يتكلم كلام حقيقي وليس بطريقة رمزية. والمسيح أعلن أنه السر هيتم بالخبز والخمر مش بتقطيع لحم ظاهري، عشان كده قال الخبز والخمر. وعشان كده وضحها في خميس العهد لما قدم لتلاميذه في عشاء الفصح الأول وقال لهم هذا هو جسدي وهذا هو دمي. ويكرر ويقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه.
وهنا يوضح فائدة الأكل من جسد المسيح ودمه اللي هو امتداد ذبيحة الصليب بالخبز والخمر اللي هو جسد حقيقي ودم حقيقي، وهو الثبات في المسيح، ولكن ده بدون إيمان ليس له عمل. فكما كان مقدم الذبيحة التقديس يشترك فيها، لازم اللي يريد يشترك في المسيح يأخذ من جسد المسيح. عشان كده في سفر خروج 29 33: يأكلها الذي كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. يعني اللي يشترك في الذبيحة دي يتقدس. طب دي ترمز لإيه؟ لذبيحة المسيح، اللي يشترك فيها يتقدس. ويشترك فيها إزاي؟ بالإضافة للإيمان، بالإضافة للتوبة، بالإضافة لحياة القداسة، يشترك فيها بالأكل. وذبيحة السلامة في سفر اللاويين 27: ليتقدس. عشان كده بنأكل جسد المسيح، جسد حقيقي ودم حقيقي، وهو الخبز والخمر، لنتقدس في المسيح بالاشتراك، بالإيمان العامل، وأيضا بهذا الأكل، ويبقى في المسيح ويبقى المسيح فيه، وموت المسيح يصير موتا فيه عن العالم، وحياة المسيح تصير حياة فيه، حياة أبدية، والثبوت في جسد المسيح. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس 35. فهو بيصيح التحام حقيقي، اتحاد حقيقي فينا في جسد المسيح معايا، وأثبت فيه فيا وأنا فيه. ده كل ده يتم بهذا التناول. فأكرر مرة تانية مفهوم ضعفي، أن كلام المسيح لفظي صحيح ورمزي مبني على حقيقة وروحيا مبني على حقيقة، وهو التناول بأكل جسد حقيقي ودم حقيقي. طبعا يوجد أقوال كثيرة للآباء موجودة في الملف ده للي عايز يشترك فيها. مش هدخل في موضوع اللي هو اصنعوا هذا لذكر، لما رغم ان موضوع اصنعوا هذا لذكر يؤكد اللي انا بقوله مش ضده، لان موضوع اصنعوا هذا لذكر معنى الكلمه هو تاكيد شيء، لكن مش هدخل هذا الان، وارجو ان محدش يكون زعل مني، ارجو ان محدش يعتبر اللي انا قلته ده دخلت في موضوع طائفي، انا فقط كنت بشرح او بجاوب على سؤال اتسال. فإنجيل يوحنا واضح تماما، ولما قدم الرب يسوع المسيح جسده ودمه خبز وخمر للتلاميذ وقال جسد حق هذا هو جسدي وهذا هو دمي، كان واضح تماما. أتمنى أكون عرفت أوضح الصورة، آسف واعتذر وسامحوني لو كنت ضايقت البعض، لكن معلش حبيت أجاوب، ولكن أنا لم أدخل في الموضوع الطائفي اللي هو سر التناول والرد على الحاجات اللي بتتقال والكلام ده، ما رضيتش أدخل فيها الآن لأن الغرفة دي غير طائفية.